السلام عليكم ورحمة الله، وياكم ريان محمد طيف، ودرس اليوم عن شلون أسوي فرو حقيقي. بنبدأ برسم الشكل اللي نحتاجه، يعني بسوي شكل قلب، باخد اللاين، برسم خط، وبسوي الستروك نقول 200 عشان يكون كل عريض. الحين بروح على الخط وبالرايت كليك بروح إلى ترانسفورم ريفلكت، وبنسوي الريفلكت كوبي عشان يكون عندي هاي الخطين. هسا عدل شوي. أوكي، الحين بحدد الخطين، بنروح لأوبجكت إكسباند ونشيل الفل، بنخلي بس ستروك، بنضغط اوكي، فبيصير عندنا هاي الشكل. الحين بنروح الى الشيبلدر تول، وبالالت بنشيل الاجزاء اللي ما نحتاجها، وبصير عندنا هاي الشكل مكون من 3 اجزاء. بسويهم شكل واحد نفس الاداة، بضغط على جميع الاجزاء وبيصير عندي شكل واحد. الحين بالدايركت سيلكشن تول بعدل الأجزاء الحادة، نضغط على اللي فوق، وبالشفت الجزء الثاني ونسحبهم على تحت، ونفس الشيء اللي على الجوانب بنروح إلى هاي الجزء وبالشفت الجزء الثاني وبنسحبهم، وبصير عندنا شكل قلب. الحين نخلي بس خط، بنروح إلى الأشكال وبنسوي دائرة. طبعا أنا حاطة الألوان عندي هنا درجتين من الألوان، وردي فاتح ووردي غامق، فبخليها الحين بخلي الدائرة لونها وردي فاتح، وبعدين بروح للجريدينت بسحب اللون الوردي وبخليه في الجريدينت. طبعا عندنا اللون الأسود هني بحذفه، بعدين الدرجة الثانية باخدها الوردي الغامق. بنخلي التدرج عمودي، فبسوي هني 90 الزاوية 90، وبصير عندنا هاي الدائرة. الحين بالالت بسوي كوبي وبغير لون واحد الوردي الفاتح، بخليه برتقالي، وبصير عندي هاي الدائرتين. الحين بحددهم مع بعض، وبروح إلى الأوبجكت بلند أوبشنز، بيطلع عندي السبيسينج، سبيسيفايد ستيبس وسبيسيفايد ديستانس. أول شي بناخد السبيسيفايد ستيبس. السبيسيفايد ستيبس كأن عدد التكرارات اللي بصير بين الدائرتين، احنا بنخليه 250 وبنضغط اوكي. بعدين بروح لأوبجكت بلند ميك، بيصير عندنا شكل واحد في تدرج لوني. طبعا عشان تعرفون الفرق في العدد، بنروح لأوبجكت بلند اوبشنز، بخلي مثلا بس 10، بضغط اوكي. بعدين بروح لأوبجكت بلند ميك، صار كأن العدد الدوائر اللي في الوسط 10 واضحين، فاحنا نباهي كأن التدرج لوني واحد، فبنسوي عدد كبير. نفس ما قلت لكم كنت نسوت انه 250، بضغط اوكي وصار عندنا هاي التدرج. الحين بنروح نحدده مع القلب، بنروح لأوبجكت بلند ريبلاي سباين، وبيصير عندي شكل القلب جي. الحين الخطوة اللي بعدها بنروح بنحدد القلب، وبنروح لأفكت Distort and Transform Roughen.
تطلع عندنا هاي النافذة حق الفرو، نحط بريفيو عشان نشوف التأثيرات اللي قاعدة تصير على القلب. فعندنا السايز والديتيل، الديتيل كل ما زيدناه بيكون الفرو أوضح، والسايز هو حجم الفرو. ونفس ما تشوفون شلون التأثير اللي قاعد يصير على القلب، والبوينتس بنخليه سموث. فإذا حابين تزيدون وتقللون حسب اللي تحتاجونه أنتم. صار عندنا شكل القلب جي. حتى إذا قدمنا بنشوف شلون التفاصيل اللي فيه. الحين طريقة ثانية، بنسوي مثلا بالحروف، بسوي حرف الأم، وبكبر الحرف إلى مثلا 400، هذا صار واجد كبير بنخليه 300، صار عندنا الحرف. نروح نسوي الدائرتين، الدائرة الأولى بسوي الجريدينت فيها بنفسجي وبحري، بنخلي التدرج عمودي. بسوي كوبي للدائرة، بغير اللون في الدائرة الثانية، خلنا نخليه أخضر وأصفر. بحدد الدائرتين، بروح لـ Object Blend Blend Options. إحنا حين جربنا الـ Specified Steps، بنروح إلى الـ Specified Distance. السبيسيفايد ديستانس كأنها المسافة بين كل دائرة ودائرة اللي بيصير عندنا بعدين. أنا كنت خالية من قبل 1.5 مليمتر وأوكي. بعدين بروح لأوبجكت بلند ميك، وهاي الشكل بيصير عندنا، أو هاي التدرج. الحين بنحدد ويا الأم، بروح لأوبجكت بلند، في مشكلة ما يصير لنا الريبليس، فبنروح للخط بنحوله إلى create outlines، بنحددهم، بنروح لأوبجكت blend. بعد ما يصير في بعض مشكلة ثانية، بنضغط على الحرف right click، بنسوي أول شيء any group، وبعدين realize compound path. الحين بنحددهم، بنروح للأوبجكت blend، وصار عندنا replace spine، وهاي الشكل اللي صعدنا. بس لو لاحظنا أن صاير يعني الخط كان واجد عريض، فبرجع بصغر الشكل هاي شوي. بعدين بنحددهم مرة ثانية، بروح للأوبجكت بلند ريبليس سباين، صار عندنا الخط أضعف. احنا عندنا مشكلة ثانية بعد، أن صار في مني مجال، شلون أشيله؟ بروح إلى البنتول وبضغط مني، سوري، بضغط أوكي، وصار عندنا. فمرة ثانية البنتول، وصار عندنا الشكل مسكوك. الحين بنروح إلى Effect Distort and Transform Proven، بنحط البريفيو عشان نشوف التأثير، وبعدين بنزيد الديتيلز. قاعد يتأخر شوي، وبنزيد شوي السايز. بزيد الديتيلز أكثر، وبعدين
بنسوي البوينتس سموث. قاعد يتأخر شوي لأن صار في تفاصيل. وبتي خلصنا. أوكي، وصار عندنا الحرف فيه الفرو كالنواقع، نفس الشيء القلب. أتمنى استفدتون وشكرا على المتابعة.